السلام عليكم ورحمة الله. استوقفني في السيرة عظمة السيدة خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع في العالم ده كله، في الدنيا دي كلها لم يكمل من النساء إلا أربع، ذكر منهن خديجة بنت خويلد. عظمة السيدة خديجة الطاهرة رضي الله عنها لأنها زوجة صالحة، وليست لأنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا في فرق كبير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كثير من النساء بأمر من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء أربع، كان منهن خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة تزوجت النبي وهو رجل كريم، ما تزوجتش رسول أو نبي. الرسالة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره، تزوجها وهو في 25 من عمره. في 15 سنة خديجة كانت زوجة صالحة لزوجها. عظمة السيدة خديجة وكمال السيدة خديجة فيما فعلته كزوجة صالحة، ولما فعلته من حصن وسند وسكينة للنبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة موقف بسيط جدا. السيدة خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل عام يكون لي خلوة مع نفسه في الغار، ممكن تتجاوز الشهر في السنة. السيدة خديجة لم تتضجر ولم تغضب من هذا يوما، لا بالعكس، كانت بترسل غلامها بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. هي شافت زوجها مرتاح في الجزء ده، بقت بتخدم على زوجها، وهي من؟ هي طاهرة وهي عفيفة وهي غنية من أغنياء قريش في الوقت ده. كانت بتحب تريح زوجها، كانت تحب ما يحبه زوجها فتفعله. أما نزلت البعثة على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ذهب لم يذهب إلى صاحبه أبي بكر أو إلى عمه، ولكن ذهب إلى سنده وزوجته، لما رأى من 15 عاما من قبل، شاف قبل كده 15 سنة هي حصن وسكن له. ذهب وقالها: زملوني زملوني يا خديجة، إني خشيت على نفسي. هنا السيدة خديجة من عظمة هذه المرأة لم تنهره، ما انت اللي ذهبت للغار عملت كذا، لا، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكر الضيف وتعين على نوائب الظهر. امرأة صالحة. لذلك بعد عدة أعوام من موتها، سيدة عائشة غارت لما النبي بيذكر اسم خديجة، فقالت له: عجوز من عجائز قريش، والله لقد أبدلك الله خير من هذه العجوز. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أولا، قال: والله، بعدما غضب غضبا شديدا، والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. غنية من أغنياء قريش، ذهبت في الحصار مع زوجها في شعب بني طالب، وتعبت في الحصار اللي امتد 3 سنوات جدا، ومع ذلك كانت مع زوجها أمان وسكينة. والله ما أبدلني الله خيرا منها، ورزقني منها الولد وحرمتموه مني. هذه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.